حسيتي ان الظلم اللي انت حاسه بيه كفنانه اترفع عنك؟ في اني عمل حسيتي ان الدنيا ان الدنيا بتتغير، ان الدنيا بتضحك اهو، ان الدنيا هتبتدي تحسي بقيمتك اللي انت شايفه ان انت تستحقيها؟ بصي، هما بدايتين يعني، في بداية من سجن النساء مع كاملة أبو ذكري، او بنمسي عليها، كان دور رائع عمل رائع، كلكم كنتوا رائعين. يعني أنا حاسة إن سجن النساء كان بداية لمرحلة لناس تانية كتير، ومن غير مكياج وباللبس يعني كان تمثيل فقط. بالظبط. وكان بعديها على طول او معاها تقريبا كنا بنعمل افراح القبه. برضو افراح القبه محمد ياسين كان طبعا دور برضو رائع. مختلف جدا، يعني دور فيه مليان حاجات. انا بحب الادوار اللي مليانه حاجات، يعني اللي هو ايه، واحده بتحب واحد ومع ذلك مش هين عليها ان هو بيعرف واحده غيرها بيحب عليها، وفي نفس الوقت هي صعبانه عليها اللي هو بيحبها. لما يتخانقوا اقول لها طب انتوا اتخانقتوا ليه؟ يعني عارفه دور برضو مركب مليان حاجات. ده من الادوار الاثنين دول مميزين من الادوار. واخيرا اللي هو مع العواطي، مع العوضي ونعمل افوكاتو برضو. انا يعني ونعمل افوكاتو كنت جنبي، كان برضو مليان عياط. انا هعمل ايه بس؟ انا الناس قاعده تقول لي ايه؟ تروحي تلاقي ابنك ميت قدامك. طب انا ابني ميت اعمل ايه؟ يعني طب انا اطلع اعيط يعني اعيط تمثيل عشان انت تيجي تقول عليا ايه دي؟ ده هو ده ابنها ميت؟ ده ما فيش ريحه الموت في جواها ولا في شكلها ولا في صح. ما ينفعش يعني، برغم ان ساعات الناس تقعد تقول لي هو انت دايما تطلعي بتعيطي؟ اقول لهم يا جماعه ما الموقف هو بيخليني على فكرة اعيط. مش لازم. اي حد يعرف يبقى حساس ويعبر عن الاحاسيس. المجهود دي كمان انت عشان تعملي مجهود، مشهد مثلا زي نعمل افوكادو كده وتفتحي وتلاقي ابنك قدامك، ده مجهود عصبي طبعا وتفكير واداء. مش كل الناس برضو بيدوا المجهود قوي كده يعني. لا، ما انا ما اعرفش اعمل بقى غير كده. انا لو عملت غير كده ما بحس ان انا ما عملتش.